السلام عليكم، مساء النور ومساء الخير عليكم يا وجوه الخير البنات. عارفه هاد القصه غادي تجيب لكم ما يبقاش الكبيتات ديالي. شوفوا اربطوا الاحزاب واسمعوا لي هاد القصه اللي انا بعدا قتلاتي بالضحك. واخا الصراحه والله ما كتستحق زعما نضحكوا على مولاتها، ولكن ما كنضحكش عليها وحق الله جاني داك ما عرفتش علاش البنات داكشي. علاش غادي نقول لكم سمعوا لهاد القصه مزيان وتوعاو ويلا نبداوها على بركه الله. البنات سمحوا لي هاد القصه حطيتها لكم مسحسه في البلاص حيت لقيت راسي ناقصه منها واحد الجزء. المهم سمحوا لي الله يعطيكم الخير ويلا نسمعوا القصه مجموعين. السلام عليكم، الاسم ديالي ابتسام وفمري 33 عام، واليوم جيت نعاود لكم قصه ومجرى فيها وغادي نعاودها لكم من الاول. البنات قبل ما نعاود لكم القصه ديالي بغيت نقول لكم عافاكم الا ما نصحوني شنو ندير مع الرويج الكحل الايام اللي كل ليله ديال 27 في رمضان كيطلب مني اللي كيبور شو يجيب لي التمام. المهم البنات عافاكم صحوني وبلا ما تضحكوا ليا، انا والله الا عييت وتقهرت. غادي نعاود لكم قصتي من الاول باش تعرفوا عليا اكثر وتاخذوا عليا واحد النبذه. انا من عائله فقيره وعلى قد الحال، الوليد مسكين فاش ما لقى خدام، اما الام ربات بيت. حنا ثلاثه بينا، جوج ديال البنات وولد واحد، انا هي الكبيره في خوتي. الحمد لله عاش حياه طيبه ومزيانه، واخا قلت الشي والفقر كنا ما خصنا والو، كناكلو وكنشربو غير هو وكان. ماشي الماكله اللي على بالكم، ماشي اللباس اللي على بالكم، عايشين باش قسم الله. نقدروا الا تغدينا ما نتعشاوش، ولا فطرنا مزيان ما نتغداوش، المهم كنا غاديين غير شويه بشويه في بدايه الحياه ديالنا. وعلى ما كنت كنعقل انايا كانت شويه الميزيري والفقر. الوليد مسكين ما كانش عنده معلم انه مريض، عنده واحد المرض مزمن، وهذا المرض هذا تزاد معاه ملي كان صغير. والديه كانوا يشربوا معاه القطران. على ما كيعاود لينا الوالد باللي الاب ديالو وامو اللي هما جدي وجداتي كانوا محنين معاه فاش كان صغير، ام اللي تزاد عرفوا ان في ذاك المرض ما كانوا مسكين كيخليو عليه حتى بلاصه، ولكن من بعد تبين ان داك المرض مزمن وغادي يعيش معاه حتى يموت معاه. داكشي اللي كان الوليد مسكين لحد الان باقي عيان وفلوسو كتمشي له غير في الدويان. المهم الوليد كيف ما قلت لكم كان خدام فاش ما جاب الله، واخا مسكين كان مريض وما عنده دراع وما عنده صحه للخدمه، المهم كان غير كيتلفق مع عباد الله. داكشي علاش المعيشه ديالنا كان شويه صعيبه. في الاول الوليد ديالي مسكين ما كان كريم والو، وكان عايش غير مع جدي وجداتي. نهار توفى جدي الله يرحمه في العمر ديالي انا كنت ديك الساعه 5 سنين، كنعقل واحد شويه ماشي بزاف. نضوع مامي كيقسموا الورد بيناتهم ديك الدار اللي خلى جدي الله يرحمه، واخا الام ديالهم اللي هي جداتي ما بغاتش، قالت لهم نتوما غتفرقوا حتى شي حاجه. قالوا لي لا حنا بغينا حقنا. بطبيعه الحال نضوع قسموا داك الورد وغادي يخرجوا الوالد من الدار، وقالوا لي حتى غادي تخوي الدار، ولكن مو ما بغاتش. قلت لهم لا انا ولدي غادي يعيش معايا وهاد الدار ما غاديش تتبع، ولدي انا قليل الصحه وهاد الدار هادي خرجوها من الورث وخرجوها من الحق ديالكم حيت هو اللي غادي يستنفع بها، هو مريض وما عنده صحه. امامي ما بغاوش وكانوا انانيين وقالوا ليها الوالده حنا راه ما غاديش نتعاتقوا معاه، هذا حق مشروع وربي اللي شرعوا لينا ماشي هو، وكل واحد غادي يدي حقه سواء مريض ولا صحيح، حنا ما عندنا ما نديروا ليه. فعلا داكشي اللي كان، غادي نوضو يقسمو داك الورد. مع العلم ما عنديش عماماتي، عندي غير 4 ديال عمامي والاب ديالي هو الخامس، يعني هما 5 ديال الخوت. نوضو باعو داكشي اللي كيتباع، المهم قسمو حقهم كل واحد دا النصيب ديالو، حتى الوالد مسكين جا في النصيب ديالو واحد البركه. ايوا نوض في الاول كان غير كاري، ولكن من بعد داك النصيب ديال الام ديالو عطاتو ليه وقالت ليها ولدي انا صافي كنوهب ليك هادشي اللي جاني في حقي، بيعو ولا شوف شنو غادي دير. حيت بطبيعة الحال كانت عندها واحد البلاد، واحد البلاد كانت ديالها، داكشي اللي جيها في الحق ديالها مع جدي الله يرحمه عطاتو للوالد. المهم وهبتلو داكشي كامل اللي عندها، وحتى من الذهب ديالها مسكينة كانت عطاتو للوالد، وقالت ليها ولدي هانت نتا اللي تقدر تستافد من هادشي، نتا اللي مريض وما عندك صحة. الوالد ديالي ما بغاش، قال ليها شوفي يا مامتي انا نهزك حتى نموت، نخدم وندمر ونتي كوليها باردة، ما بغاش يشد عليها والو. صافي جدد داكشي عندها، ولكن نهار حسن الوالد مسكين ومرض وشد الفراش غادي تنوض جداتي وغادي تعطيه كلشي، وحتى من داك البليده اللي كانت عندها نهار تبعتها وعطاتها للوالد.
الوالد مسكين بدا كيتعالج شويه مورا شويه، ما بقاش كيف ما كان في الاول، وبدات الحياه ديالو كتحسن. هنا فين جداتي غادي دير ليه واحد المشروع، قالت ليها ولدي غادي ندير لك شويه التجاره وبيع وشري مع راساتك، انت ما قادرش لتمهر. الوالد مسكين كيف ما قلت لكم ما عنده صحه لتمهر. صافي جداتي مسكينه بعد الله كان عندها واحد الفضل كبير اننا الحاله ديالنا تتحسن. وهنا امي فين غادي تزيد اختي اللي جات مورايا، حيت في الاول كنت غير انايا، داك الوقت هذيك اللي بدات الظروف ديالنا كتحسن كانت عندي 8 سنين. امي مسكينه ما كانتش باغا تولد ما الصراحه، كانت كتشوف الحاله ديال الوالد ما كتطمنش، وقالت ليه شوف انا ما غاديش نولد دابا، قلات عليا الا ربي شافك وتحسنت الظروف ديالنا مرحبا، والا ما شافيتيش وبقينا هكا حالتنا ناقصه ما عنديش كندير انا نزيد نولد الاولاد. مع الوالد ديالي كان مسكين مريض بزاف وكان الاغلبيه كيكون في المستشفى، وجدتي مسكينه هي اللي كانت كتدبر في كل شيء، حتى فاش كان جدي الله يرحمه عايش كان هو مسكين اللي كيصرف وكيدير كل شيء. المهم علينا، فاش الاب ديالي شويه ولات الصحه ديالو مزيانه قررت امي باش تحمل، وكانت كيف ما قلت لكم جابت اختي اللي صغر مني، وهاد اختي انا كبير عليها تقريبا بتسع سنين. المهم الحياه ديالنا بدات مزيانه الحمد لله، انا كنقرا ديك الوقت كنت كنقرا في الرابع ابتدائي، غادي الحياه ديالنا بخير ولا خير والامور كلها مزيانه، حتى الوقيته اللي غادي يمرض واحد عمي ناري. البنات بنادم يديرها غير مزيانه في هاد الدنيا، هاد عمي كان حاقر علينا، وراني باقا عاقله نهار ساق الخبر ان الام ديالهم وهبت كلشي للوالد، جا ما خلاش لامي ونط كيعاير الوالد بالمرض ديالو، وقال لي انت غير كتبوحط وانت غير كتفلا وانت كتلعب على المشاعر ديال الوالده وانت راه مفضلينك علينا، انت لقيتي هاد المرض فين مخبي. الوالد مسكين كان راجل واحد الراجل مسالم وزعما ما كيبغيش يتعيب مع خوتو، قال لي نعرف الشيطان اخويا شكون هذا اللي كيكذب على راسو بالمرض، قال لي انا الا كنت كنكذب على راسي بالمرض الله يعطيه ليا، ولكن لا ظلمتي عليا غادي ما نسمح لكش اخويا، والله يجعل سيد ربي يذوقك بنفس الكاس اللي ضايق منه انايا. تصوروا يا البنات عقل داك الساعه كان شعبان وكنا كنوجدوا رمضان، والوالد مسكين عاد كيخمم كيفاش يدير، واش يصوم رمضان ولا ما يصومش، مع العلم ان الطبيب قال ليه راه ما خصكش تصوم حيت الوالد كان كياخذ واحد الدويان وخصو ياخذهم بالوقت. المهم امي كتقول لي شوف الراجل راه الدين ديالنا دين يسر ماشي دين عسر، مع العلم ان الام ديالي قاريه شويه وكانت وصلت القرايه ديالها في التاسعه. قلت ليه زعما علاش غادي تبزع على راسك وتصوم، الطبيب كيقول لك ما تصومش انت مريض وانت باغي دير الضد مع سيد ربي استغفرت الله، صافي قال لك الطبيب ما تصومش ما تصومش، وانت راه عندك الاجر والثواب حسن احنا اللي غادي نصوموا حيت انت مريض. قال ليها ما يمكنش انا ناكل رمضان ما يمكنش، على الاب ديالي هذاك العام اول عام غادي يطلب منه الطبيب باش ما يصومش. ايوا هي هذيك كان شعبان قلت لكم مازال عاد رحنا ما درناش التحضيرات ديال رمضان ما وجدنا والو، الاب ديالي عاد مسكين كيقول لك واش نصوم واش ما نصومش، او واش عنده شاخد ايوا دعا فيه داك الدعوه سبحان الله العظيم، ما كملش يا البنات حتى 15 يوم وما جا يوصل علينا رمضان، حتى كان عمي طحكومه، عمي مسكين كان صحيح في صحيح هو كبر من الوالد ديالي بعامين، عرفتو تعيطت لينا مرتو واحد النهار كتغوت قالت لينا لحقو فلان راه طاح من السما الارض ما عرفناهش مالو. ايوا حنا مشينا درنا معاهم الواجب بطبيعه الحال، الام ديالي والاب ديالي مشاو عندو لقاو في السبيطار ناعس دخلين الانعاش، السيد ما بين الحياه والموت، لقاو عندو يا البنات الكونسير يا ربي تستر في الكبده ديالو. المهم مرتو كانت كتغوت ربي اللي خلقها، قلت لهم انا ما يمكنش نخليكم في السرطان ما يمكنش مستحيل، انا راجل ما عمرو تشكى بشي حاجه، سبحان الله العظيم ديك الدعوه هذيك طلعتني جاه عند الله، لدرجه ان الاب ديالي فاش جا للدار مع القهوه في ديك الحاله عرفتو جاب الوالد مسكين غير كيبكي كان يضرب راسو مع الحيوط وكيقول اندامتي مهمتي علاش انا مشي ديت خويا كوني حساب لي كامل هزي يدي السما وندعي. امي كتقول ليه شوف راه كل واحد كيعطيه ربي على قدر قلبه، هو راه جا هنايا كيغوت عليك وكيرد فيك انك انت ما مريتش وكتبوح تخليه باش يجرب المرض بشحال كيطيح. الوالد ديالي ما بغاش على خو بطبيعه الحال، وبطبيعه الحال هاد الهضره امي مسكينه ما قالتهاش قدام الام ديالو يعني جداتي، كانت هادشي كتهضر ما بينها وبين الاب ديالي وانا كنت كنسمع، حيت جداتي مسكينه ديك الساعه بقات في دار عمي يعني باش تطمئن على الصحه ديال ولدها. صافي هي هذيك الاب ديالي مسكين دوز واحد السيمانه خايبه،
ايوا دخل علينا رمضان بهذاك الهم ديال عمي اللي مسكين دوز عام بديك المرض من بعد مول الامانات دا امانته وتصور وخسر داك الفلوس كاملين اللي كانوا عنده وما تعالج، ومن بعد ربي قصر له في العمر وخلاو وليداتو يتامى، خلى ثلاثه ديال الذكوره. المهم هي هذيك صافي بقينا عايشين حياتنا عاديه، كيف ما كيقولوا البكا مورا الميت خساره، والحمد لله شحال من واحد مريض وباقي بالحياه، ومن بيناتهم الاب ديالي مسكين الله يطول في عمره، وشحال من واحد اللي كان صحيح في صحيح كيوقف كيتمشى كياكل كينعس عادي، كيطيح من السماء الارض ما كيعرفش باش يتسبله. وهادشي اللي وقع لعمي مسكين الله يرحمه ويغفر ليه، والاب ديالي لحد الان فاش كيجبد خوه كيجبد داك النهار اللي دعا وقال ليها اخويا ظلمت عليا الله يعطيك ويعطيك. المهم الوالد ديالي هضر مسكين بحرقه، حيت ماشي غير داك عمي اللي كان كيردو كيتفلى بزاف، وكانوا كيقولوا لي انت مفشش وهادي وهادي، مع الوالد ديالي هو الصغير في خوته. المهم هي هادي ودهز، عشنا حياتنا اللي كانت عاديه ما عندناش غرام ديال المشكل. انا قريت الحمد لله وصلت للسيزياماني، هنا غادي نتعرف على واحد الشاب اللي صراحه كان قصده الزواج. هاد السيد كيكون في هولندا، وهاد السيد يعني طيب والله يعمرها سلعه، كان بغاني الزوج كان حامق عليا وكان متسطي عليا، ولكن الوالد ديالي مسكين الله يسمح ليه وقف ليا في طريقي وما بغاش هاد الزواج. قال لك لالا انت باقا صغيره، والحاجه اللي بغيتك تفكري فيها هي قرايتك، ثم قرايتك ثم قرايتك ثم العشايه. المهم انا بقى فيا الحال من الوالد، حيت داك الدري كنت كنبغيه كنت كنحماق عليه. السبب باش رفضوا الوالد ان هاد السيد اول حاجه ماشي عربي، هو قال لك مستحيل تزوجي مشي واحد من غير عربي، قال لك تزوجي بيه كيفهمك وتفهميه من الاحسن، ماشي هاد السيد مغربي ولكن ماشي عربي ماشي اجنبي، يعني غير هو ما كيهضرش بالعربيه. المهم هي هذيك ملي جا الوالد قال لك لا ما غاديش تزوجي بيه، انا ما قدرت نقول للوالد والو، عارفه الوالد مريض مسكين ومعصب، ولا بقيت تتناقش معاه يقدر يدعي في شي دعوه ولا ما نعرف تخرج فيا. وقلت صافي الدري ديال با، حتى جداتي قالت لي بنتي ما عندك ما ديري بشي زواج ديال الصغر بلاتي عليك، انت باقا صغيره، ما انا هي الكبيره في الدار، وحتى اختي اللي كانت موراي كانت باقا صغيره، وهنا الام ديالي غادي تتولد على اختي وغادي يجيب ليها الله واحد الولد. امي مسكينه كانت مرضت بزاف، كانت تعذبت في الولاده ديالها وكان قاسها واحد التمزق في الوالده، مما ادى انها تعاود العمليه حيت امي كانت ولدت سيزاريا، حيت امي كتعطل بالولاده، يعني حتى هي حتى الدري تعطلت ما بين البنت والدري تعطلات بزاف، داكشي علاش وقع ليها مشكل اثناء الولاده. وفاش ولدت وداز الاسبوع امي كانت كتحس بواحد الحريق صعيب بزاف، كانت كتبات تعرهر. ملي داها الوالد للطبيب لقاو عندها تمزق في الرحم هو اللي داير ليها الحرق، مما ادى انها عاودت العمليه من ثاني وجديد بحال ولدت جوج ديال المرات. وهنا الوالد ديالي غادي يقول لي انت غادي تحبسي من القرايه. قلت لي كيفاش الوالد انت عاد البارح كتقول لي خصك تقراي وتزيري راسك ودابا كتقول لي حبسي؟ قال لي يا ماما كبنتي مريضه وهي اللي مقابله جداتك، مع العلم جدتي ديك الوقيته حتى هي كانت عيانه والاغلبيه كانت كدير ليك، واش مسكينه واخا كانت كتنوض وتوقف على رجليها، غير هي مسكينه كان عندها داك التبول لا ارادي، وكانت ماما مسكينه دائما معاونه جداتي لان كان عندها الفضل الكبير في اننا حنا نوليو مزيانين والحياه ديالنا تولي مزيانه. داكشي علاش اخوتي الام ديالي قالت لي بنتي غير خرجي ما عندك ما ديري بشي قرايه، قابلي جداتك وقابليني انا مريضه وقابلي اخوك صغير. مع الوالد المسكين كان فرحته بالدنيا بديك الولد، كان فرحان بيه بزاف، داكشي علاش كلشي غلبو في الري وقال لك خصك تخرجي. صافي قلت لهم نخرج، خرجت البنات ما نكذبش عليكم، الفقصه ديال السيد اللي كنت باغياه وكان حامق عليا، والفقصه ديال الخروج ديالي من القرايه اللي كنت كنحمق على قرايتي وما تمنيتش شي نهار نخرج منها. زي ما كنت كنقول انا الا جاب لي الله تزوج هذا اللي غادي يتزوج بيا خصو يقبل عليا وبقرايتي، حيت انا كنت ناويه نكمل قرايتي. وهاد الامنيه هادي الاب ديالي هو اللي كان كيعززها فيا، كان كيقول لي بنتي الحاجه اللي ديريها زوينه في حياتك هي تقراي وتكملي قرايتك، ما بغيت منك والو من غير انك تقراي، ولكن مع كامل الاسف صافي هي هذيك خرجت من القرايه، بقيت مقابله الدار مقابله خويا مقابله امي مقابله جداتي. عرفتوا يا البنات انا يلاه عندي 17 عام والحمل عليا ثقال وكندير كلشي بوحدي، عرفتوا اي حاجه تصوروها كنديرها بوحدي، عرفت ولا ما عرفتش؟ صافي كندير كلشي بوحديتي. امي كانت كتوريني ديري هادي وديري هادي وديري هادي، ولكن شكون اللي غادي يوقف معايا في الكوزينه؟ زائد جداتي اللي كانت كتكبر وكتخر، عرفتوا جداتي قد ما هي مسكينه كتكبر قد ما العقل ديالها شويه كيتزعزع،
ديما كتنكر عليا، ديما كتعيب ليا شغلي، كتقول ليها ماما تبارك الله جبناها غير صغيره ودايره بحال المزق، وانتي متشافك كبيره متشافك ما كتعرفي والو. المهم دائما كانت ديك المقارنه ما بيني وبين ماما خصوصا في الشغل. كرهت واحد الكرهه ما نقولكمش عليها، ايوا ما تنيت في راسي حتى الام ديالي وقفت على رجليها. راه ماشي جلست شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، 6 شهور البنات. قلت لها الناس المهمتي كينفسوا 15 يوم 20 يوم ولا طولوا كينفسوا شهر، وانت نفسها عليا 6 شهور. كتقول لي بنيتي انا راه ولدت جوج مرات في نفس السيمانه، واش ما شتيش الحاله ديالي كيراها؟ قلت لها راه كنت كنموت. المهم صافي ملي رجعت امي للشغل ديالها ورجعت لدارها تما قلت لهم غادي نوض ندير شي حاجه في حياتي. قالك الوالد شنو بغيتي ديري؟ قلت ليها با انا ما نبقاش جالسه في الدار، خليني نمشي نخدم وندبر على راسي. قال واش بغيتي تدبري على راسك بالسلامه والعافيه؟ قلت ليه الوالد راه انا بنت وعندي متطلبات ديالي، بغيت انا نخدم ويكون عندي فلوسي في جيبي. ايوا قال لي لا 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 بغيتي تخدمي خدمي في رزقك. قلت ليه اين الرزق اللي عندي اللي غادي نخدم فيها الوالد؟ ياك ما عندكش الشركه وانا ما في خباريش. هنا الوالد غادي يتعصب مني وقال لي شتي بنتي كو كانت عندي صحتي كون راه عندي الشركات، على شنو فيها ما نستحقش. تما حسيت براسي بحال جرحت الوالد، بحال الوالد مسكين كان بحال شي صبي صغير دغيا كيتحسس من اي واحد هضر معاه سبحان الله دغيا كيبقى فيه الحال، مع العلم انه باقي مريض باقي كيستعمل الادويه وباقي معصب. وليت كنطلب منه السماح. قلت ليها با انا غير ضحكت معاك ما تقلقش مني عادي، راه بابا الا ما درتيش حتى الشركات انا نديرهم لك. بقيت كنسيس معاه. قال لي يا بنتي هانتي هذاك التجاره عندنا داك المحل، كان الوالد مسكين واخد واحد المحل شري غير الساروت ديالو، كان جدتي هي اللي عاوناتو، راني قلت لكم هي اللي دارت له مشروع. قال لي وانا هانتي كتشوفي ما قادش وديما مريض ديما عيان، نوضي بنتي وعاونيني وخدمي هانتي، انا النهار اللي ما نقدرش نمشي نحل المحل سيري نتيا. صراحه في الاول ما عجبنيش الحال حيت الوالد كان عنده داك المحل في واحد القيصريه، داك القيصريه نقدروا نقولوا بحال لا انا ما كتعجبنيش. كنت كنمشي عند الوالد هكا يعطيني الفلوس باش نتقدى لامي ولا شي حاجه كتجيني الخنقه، ولكن ما لقيت ما نقول. قلت الوالد مسكين كون عطاه ربي الولد هو الاول كره معاون وهز معاه، علاش ما نكونش انا هي داك الولد؟ الوالد مسكين كان كيتمنى يشوف فيا شي حاجه اللي تقدر تعاونو في المستقبل. صافي توكلت على الله وقلت ليه واخا با ما قلتي عيب، شرف ليا انني نخدم معاك. الوالد مسكين فرح وعجبو الحال. وليت البنات كنضرب السبرديله كنضرب سروال الجين والجاكيطه كندير كاسكيطه وكنمشي، وليت كندير راسي بحال شي راجل والله العظيم. الا كنت كنقولها ندير هكا غير باش الوالد يشوفني هكا ويفرح. ما تبارك الله كان فيا متر و 77، كنت طويله قد الطول قد العرض، زهره وشهبه عيني خضرين، عرفتو كانوا كيتسطاو عليا الدراري والبنات لدرجه ان بزاف اللي كيحسب ليهم انا دري. مع كنت كندير الكاسكيطه على عيني وكنلبس الجاكيطه سروال جينز برديله تحلفي عليا غير راجل من اللور، ملي كندورو كيشوفوني هكا فوجي كيبقاو غير كيشوفو. اول نهار ليا في ديك القيصريه غادي نوض في الصباح توضيت صليت طلبت الله يدير ليا اللي فيها الخير، هزيت راسي مشيت عطاني الوالد السوارت مشيت حليت المحل. بسم الله توكلت الله قلت يا ربي سري الامور مع الوالد ونحقق له داكشي اللي ما قدرش مسكين يحققه هو. فتحت المحل توكلت على الله بديت كنست في السلعه، كان تما واحد الكارني مقيد فيه الوالد الاثمنه كاع ديال داك الحوايج اللي تما. مع كيما قلت لكم الظروف ديال المرض ديال الوالد كتخليه مره مره كينسى داكشي، علاش مسكين كلشي كنقيدو في الوراق. قال لي بنتي راه تما واحد الكارني داير فيه كل حاجه وثمنها وكل حاجه بالريفيرونس ديالها. قلت لي صافي با كون كاني انت راك خليتي الراجل اعتمد عليا. قال لي شوف بنتي انا ما عمرني نعتبرك راجل، انت بنت وانا فخور بك كونك بنت، وانت الا حسنت ليك وتهليت فيك راه انت اللي غادي تدخليني للجنه ان شاء الله. قلت لها الوالد لهلا يحاشم ان شاء الله ندخلك للجنه ديال الدنيا والاخره. صافي بديت على بركه الله وبديت كنعاون الوالد. هاد النهار غدو غدا بعدو السيمانه الجايه الشهر اللي موراه العام العامين، المهم كملت عام في ديك المحل ديال الوالد، وماشي غير عام واحد ولا جوج، راه ضربت مع الوالد 5 سنين، 50 ديال الخدمه. في هاد ال50 كامله تعرفت على بزاف ديال الناس، منهم كليان، منهم الناس اللي كياخذ عليهم الوالد الشمله، منهم بزاف ديال الناس. المهم كانوا كيجيو كيسولوا على فلان، كنت كنقول لهم انا هي بنته، كيقول لكم متشرفين. فاش كنقول لهم انا هي بنته كيشوفوا فيا ديك الشوفه ديال كتحسي بان وجههم فيه واحد علامه الاستفهام، واش انت بنت ولا ولد؟ كيشوفوا كيعاودوا. كنقول لهم بالي انا ملامح انثى ولكن عقليه ديال الراجل. صراحه كان عاجبني راسي وفخوره براسي بزاف.
خدمت البنات مع الوالد، كافحت معاه وكان جدا فخور وجدا فرحان. وهنا مسكين فين غادي يمرض وغادي يطلبوا له واحد العمليه. تصورو كنت كنبيعو نشري، الوالد ما كيتحسمش معايا، وكنت كنخبي واحد النصيب، والنصيب كنعطيه له ما كنبينلوش كلشي. والنهار اللي مسكين طاح جبت له الفلوس، كنجبد الوالد 7 المليون. قال لي منين جبتي هاد الفلوس؟ قلت ليه الوالد انا زعما راها بنتك واجرك على الله، ها كيفاش كنت كندير؟ طريف كنعطيه لك وطريف كنخبيه. كيقول لي تبارك الله عليك بنتي، والله يحفظك والله يخطك عليا. كنقول لي امين ابا. صافي مسكين دار داك العمليه وكان جامدها بعجوبه. كنا كنقولوا عمر الوالد ما ياكل الخبز، ولكن الوالد اللي كان كيعجبني فيه انه واحد الراجل اللي قوي سبحان الله العظيم، ومحب للحياه، وكان باغي يشوفنا في اعلى المراتب، وكان باغي يشوفنا عايشين مزيان. وكان دائما كيقول لامي انا ان شاء الله فاش غادي يكبر ليا ولدي ان شاء الله غادي نشوفوا شي حاجه زوينه في المجتمع. الحمد لله ربي طول عمر الوالد، حتى الحمد لله شافنا كيف ما بغى هو. واخا خويا مازال مسكين صغير، والله يدير له شي تاويل ديال الخير يا ربي. المهم الاب ديالي من بعد ما نض بالسلامه والعافيه، ومن بعد ما تشافى ورجع على رجليه، صافي ولا كيتكل عليا في كل شيء. حتى المحل ما بقاش كيجي له بزاف وقليل. كنقول ليها با انت غير ارتاح ليا مع راسك، ما دير حتى شي حاجه، ما بغيتكش تبقى مولف العكس في الدار، ولكن ما تضرب حساب حتى شي حاجه. واخا تجي غير تجلس معايا تونسني هكا دور هنا في القيصريه، سير عند صحابك، المهم ما تبقاش جالس غير في الدار. مع العلم الوليد ديالي باقي صغير، زعما جون ماشي نقول لكم كبير ولا شارف، غير هو مسكين كان قاهر المرض وصافي. داكشي اللي كان البنات. دوزت مع الوالد 50 طالعه في 6 سنين، كانوا جاوني عروض ديال الزواج، وبزاف ديال الناس اللي خطبوني من عند الوالد، كنت كنرفض رفض قطعي، كنقول لا 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 ما يمكنش نتزوج ونخلي با اللي مسكين تاكل عليا. واخا الوالد شحال من مره جا عندي قال لي يا بنتي وجدي راسك، راه شي الناس باغيين يخطبوك يهضروا فيك. كنقول ليه الوالد ما تبقاش تذكر عليا حس الزواج، الله يعطيك السر، نهار بغيت نتزوج انت قلتي ليا لا، ولكن دابا خليني حتى نغير راسي ونتزوج. ما كانش مسكين كيتناقش معايا، حتى الوقيته اللي غادي تمرض مسكينه جداتي، غادي تمرض واحد المرضى خايبه، صافي قلنا حنايا جداتي مشات فيها ما عمرها تاكل الخبز، ولكن حتى هي ربي طول ليها في عمرها. ما عرفتش واش داك الخير اللي دارته في الوالد كان عزيز عليها الوالد بزاف، والحد ديال الله يطول في عمرها مسكينه. المهم مرضت واحد المرضى خايبه لدرجه ان الوالد عيط على واحد الفقيه، صافي بداو في اجراءات ديال الجنازه، قالوا ما غاديش تعيش. صافي مسكينه صافي قبلناها شهدنا ليها، مسكينه كيشربوها الماء هو كيخرج ليها على فمها، قطعنا منها الياس، ولكن الحمد لله ملي كيكون العمر باقي طويل. اي هذيك جاو تجمعوا لينا ولادها، جاو من كل بلاصه، راكم عارفين كانوا 5 بيهم، يعني 4 بيهم بالوالد ديالي 5، واحد كان توفى وثلاثه كانوا باقيين. المهم جاو ولادها ولاد ولادها، جاو العائله، المهم تجمعوا على جداتي. من بيناتهم واحد ولد عمي، هاد عمي كان في واحد المدينه في الصحراء بعيده، يعني ما كناش كنشوفوهم. عمي شفناه وعاودنا، وحتى مراته كذلك، كانوا كيجيو عندنا ملي كنت انا صغيره، وكانت الام ديالهم مرضت، وحتى في الموت ديال جدي الله يرحمه. ولكن ما كنعقلش على هاد ولد عمي هذا، حيت اخر مره جا عندنا جا كان باقي صغير، وانا اصلا كنت باقا صغيره. فجاو هاد المره عرفتوا جاو الولد تبارك الله عنده عزري، داك عمي هو الكبير في حمامي، ولدو كان عنده 31 عام، وهاد ولدو هو اللي غادي يكتب لي الله معاه المكتب وغادي نتزوج به. المهم فاش جاو تجمعوا علينا، المهم الدار عمارت، هنا العلاقه ما بين الاب ديالي وعمامي ولات مزيانه، واخا كانوا واخدين عليه داك الموقف ديال ان الام ديالهم عطاتو كلشي، ولكن كيبقى با مريض مسكين ويستحق ان يتعاونوا معاه. داكشي علاش عمامي كانوا فخورين بيه في الاخر، قالوا لي تبارك الله عليك واخا مريض وهذا زعما قديتي تبدل الحياه ديالك وتغير منها، قديتي انك زعما دير حاجه زوينه في حياتك، كان خصك غير اللي يعاونك. هو كان فخور بيا، كيقول ليهم انا هادشي وصلت ليه بفضل ثلاثه ديال العيادات. الاولى اللي عطاتني الطاقه اللي هي الام ديالي، عطاتني ماديا ومعنويا، والثانيه هي مراتي اللي كانت واقفه معايا وما عمرها ما قنطت فيا، وثالث وحده هي بنتي، بنتي اللي انا فخور بها بزاف، هي بنتي في مرتبه ولدي. عمامي كانوا عارفيني ولكن ماشي معرفه قريبه، حيت ديك الوقيته غادي نتجمعوا غادي يجلسوا عندنا شي 15 يوم، ديك الفتره كامله اللي كانت فيها جداتي مريضه هما كانوا جالسين. بيني وبينكم ما كانوا كيصرفوا حتى ريال، يعني جالسين وكيشوفونا حنا كيفاش غتكون رده الفعل ديالنا. الوالد مسكين واخا هكا كان كيموت على خوتو، ما
بالخصوص انه كان بقى فيه خوه اللي مات بسبب داك الدعوه اللي دعاها هي. الصراحه راه الاعمال بيد الله. المهم جاب له ربي السبب وصافي، اما هو الاعمال بيد الله. غير الوالد مسكين دائما كان كيلوم راسو، يوم تما هو كيتعامل مع خوتو مزيان، واخا هو اصلا كان مزيان معاهم، غير هو كان كيحس بالنقص بيناتهم. ولكن الحمد لله فاش الظروف ديالنا تحسنت ولا الوالد كيبان قدامهم مزيان، وراكم عارفين هاد الزمان شحال عندك شحال كتسوى. المهم هنايا داك عمي غادي يحط عليا لا هو ولا مراتو، اما حتى ولدو ما كنت كنديها فيه ما كيديها فيا. هادي ولد عمي تبارك الله راجل زوين غزال، كنت سمعت بلي كان خاطب واحد الدريه بنت خالتو ولكن ما تفهموش وفسخوا الخطوبه. المهم هما جلسوا معنا تقريبا شي 3 ايام وشاو بحالاتهم. بالنسبه لعمي ومراتو جلسوا معنا شي 15 يوم، وتاع عمامي الاخرين وعيالاتهم جلسوا معنا، مشاو غير ولادهم. زعما الدار كانت عندنا صغيره وقالك زعما بلا ما نتقلوا عليكم. صافي هذيك بقاو غير ولادها وعرايساتها، بقينا هكا حتى تشافت جداتي رجعت للدار. دار واحد الصداقه كانوا تجمعوا كاملين، في ديك الصداقه عمي غادي يهضر مع ولدو غير بيناتهم. ديك الساعه انا ما عندي خبر على ديك الهضره، من بعد هذا غادي نعرف. قال ليها ولدي شوف بنت عمك شنو بالك فيها، راه حق تبارك الله عليها بحال الراجل، وراها يعني كتعاون باها وهي اللي هزت باها وكذا وكذا. ايوا قال ليها الوالد شنو غادي نقول لك، شوف مع الوالده لا يبقى فيها الحال. قال لي علاش غادي يبقى فيها الحال؟ قال لي حيت كنت خاطب بنت اختها ودابا انا سمحت ببنت اختها، تقول لك علاش مشيتي تخطبتي بنت عمك؟ قال لي يا سيدي امك خليها على حسابي، ونزيدك امك هي اللي قالت لي شوف بنت خوك لا بغات تزوج بولدنا. قال لي داك الشيء هذاك ما تخممش فيه. صافي ولدو قال ليها الوالد بسم الله ماشي مشكل، هضروا مع باها وشوف شنو غيقول لكم عمي بعدا. وما تعرف عمي ما يبغيش يعطيكم البنت، بالخصوص ان هاد ولدو كان عاقل على داك الشيء اللي كان واقع بيناتهم في الصغر، حيت هو كبير شويه، راه كانت عنده 31 عام وكبير عليا، انا ديك الوقيته كانت عندي 21. صافي هي هذيك قال ليه الوالده ودي شنو غادي، قال ليه الوالده انا شنو غادي نقول لك اللي درتوها انا يعني قابل عليها، وهذا الشيء مولاي السلطان هو اللي غادي يعاودوا ليا من بعد. صافي ديك الصداقه هذيك نيت جا عمي هضر مع الوالد على ودي زواجي بولدو، كان طلب منه زعما وطلبني في وسط الجماعه كاملين، يعني ما هضرش ما بينه وبين الوالد، بحال نقولوا حط الوالد في امر الواقع. وقال ليها خويا فلان انا طالب رغف بنتك فلانه لا تعطيها ليا لولدي. الوالد مسكين كانت عنده واحد رده الفعل في شي شكل، قال لي كيفاه يا شيخ خويا؟ قال لي كيف ما سمعتي، انا راه عجبتني بنتك وتبارك الله عليها حدقه وزعما في كل شيء زعما حطيت عليها عجبتني. قال لي ولكن، قال لي ما لكن ما ولكن، شاف مرت عمي قالت ليها فلان انا بلا ما تشوف فيا انا ما نزيدهم غير الخير والاحسان. الوالد مسكين شاف الارض بقى كيشوف فيا، انا تفاجات بقيت غير كنضحك. قالوا لي شنو قلتي لالا العروسه؟ امي قالت لهم دغيا رديتها عروسه وانا ما محلي من الاعراب. قالوا لي انت ريتي الشوار، المهم انت عارفينك ما غاديش تزولي لينا البنت، ولكن حنا دابا غير هضرنا، بغيتو قبلتو علينا مرحبا، راه ولدنا ما غاديش نلقاو له احسن من بنتكم، وتا بنتكم الصراحه ما غاديش تلقى احسن من ولدنا، ولدنا واحد الدري ظريف وهادي وهادي. بقاو كيزكيو في ولدهم. الوالد قال لهم انا بعدا كاع ما نزكيش بنتي في هذه المساله ديال الزواج، والانسان في هذا الوقت كتعاشر. قال لي اخويا حنا راه حنا حباب وخوت ودمنا واحد كيجي في عروقنا، ودابا لا شفنا حنا زينا لغيرنا، البنت تبارك الله راه في السن ديال الزواج، وولدي مسكين راه فايت لو كان خاطب بنت خالته ما جابش الله، وتا هو راه نزوجو سوا غدا سوا اليوم، المهم لا تعطينا بنتك ما غاديش نلقاو احسن منها. قال لي الوالد اودي شنو غادي نقول لك، هاد المساله ديال الزواج غادي نخليها بيد الله اول حاجه، ثاني حاجه بنتي هي اللي غادي تقرر في حياتها، انا ما عندي ما نقول. انا الصراحه فاش استشروا معايا ما لقيت ما نقول، صراحه حطوني في واحد الموقف لا احسد عليه. مع جدتي داك الوقيته كانت وسط منا مسكينه، ايوا قلت لهم شتي انا مادام تشاورتوا معايا غادي نخلي الامر لله ولجداتي وهي اللي غادي تقرر. ايوا جدتي مسكينه شافت تاعيات وهي قالت لي شتي بنيتي هاد الوليد راه هو ضوء عيناتي، وراه كان عزيز عليا، معاه هو الولد البكري ديال داك عمي. المهم بقات مسكينه كتبكي، قالت لي بنيتي شنو غادي نقول لك، والله بنيتي ما تلقاي بحالو. ايوا ضربت لصقت، ما لقيت ما نقول، كنت كنطلب الله غير جدتي زعما تقول لهم تنتشاور مع البنت ونشوفوا شنو غادي نديروا ردوا عليكم، ولكن تمتم صافي. قالت لهم اسيدي البنت ديالكم والولد ديالنا وحنا غادي نجمعهم بالحلال، ومادام جات هذه المناسبه هذه وفي المرض ديالي محدني انا دابا ربي طول لي عمري الله ربما استجب الدعاء ديالي. كنت كنطلب الله يعيشني حتى نحضر لهاد البنيه هذه وتزوج دير دارها. المهم ما لقيت انا ما ندير، بقيت غير ساكته وكنشوف.
صافي يتشهوا معايا. قالوا لي شو؟ قلت لهم ما قالت جداتي ما غاديش نطيح لك المتلط، مادام جداتي باغا تفرح معايا وربي يطولها في عمرها بسم الله عليها. ايوا يا البنات ضربت لصقت ما لقيت ما نقول. صافي داك الليله نيت حضروا في الضوء المسائل، ولكن الغدي مشاو تقضوا كل شيء. دونك حنا غادي نديروا خطابه مزيانه، داروا واحد الحفله، المهم جابوا لي الدقه المراكشيه، فرحوا بامهم اللي تشافت وفرحوا بيا. قالوا لي حنايا غادي نخطبوك دابا ولكن العرس ما غاديش نديروه دابا. جات جدتي قالت لهم لا، الا نعطيكم البنت الشرط ديالي الاول والاخر، خطبوا منها هزوا البنت من ليه. قال لها امي ودي انا راه الدري باقي له شويه في الدار مازال ما كملهاش، وانا ولدي بغيت زعما نفرق له راسو، ما يعيش معايا ما نعيش معايا، خليني في الثقه. قالت لي ولدك سيدي عيشوا معك، على انا ما عشتوش معايا شحال. قالت لي صبر عليه ماشي مشكل. قال لها امي بخاطرك. قالت لي واش وليدي بغيتوني تنموت انا عطوندو تعرسوا وتفرحوا مورايا؟ قال ليها والله امي ما ردالك في وجهك. صافي قال الوالد خويا جمع لبنتك الوريقات باش ان شاء الله نبدا نوجدوا العرس باش نديروا العرس ديالنا ان شاء الله في هذا الشهر. ايوا صافي قالوا من هنا شهر غادي نديروا عقد وعرس دقه واحده. اختروا الوالد قالوا لي واش تجي عندنا للمدينه الفلانيه ولا نجيو عندك حنايا؟ قال لي الوالده ودي امكم مريضه وانا مريض والمدينه ديالكم بعيده بزاف، من الاحسن تجيو لهنا ونديروا عرس واحد، غادي نديروه في القاعه ما نديروش في الدار، حيت الدار هنا عندي صغيره ما غاديش يتقد، ونعيطوا للعائله والحباب اللي كيعرفونا. صافي تفاهموا على كل شيء في الدار. ايوا بدا الوالد كيجمع ليا في الورق، ولكن مسكين حسيته بحال حزين وبحال ما عجبوش الحال. سولته قلت ليه با حنيني؟ قال لي مالك؟ قلت ليه مالك شتك طالع لك الدم؟ قال لي لا 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 بنتي ما مالي والو، بنيتي الكبيده ديالي ما مالي والو. وقلت ليه غير قول لي با مالك كنشوفك حزين ما عجبك الحال. ايه والوالد مسكين بدا كيبكي بحال المرا. قال لي بنيتي انا غادي نزوج الراجل ماشي غادي نزوج البنت، انا بنيتي راني عاطي قلبي ما عاطيش بنتي. انقني وبدا كيبكي بحال المرا لدرجه ان القلب ديالي من الداخل كيبكي الدم. درت بلاصتي كنضحك قلت ليه با باغي تخليني نبور عندك ياك با ياك؟ ايوا صافي هبا ملي كتعطيتي الولد وحس مني ولد صافي جيب لي شي عروسه نيت ونسكن معاك درتي انت وسكنتي مع جداتي. بقى مسكين كيضحك قال لي لا بنتي انا غادي نصيفطك لعند عمك وان شاء الله غادي تهلاو فيك، ونتمنى داكشي اللي دوزتو انا معاهم في الصور ما تدوزيش نتيا معاهم. قلت ليه الوالد كون هاني راه ان شاء الله ما يكون غير الخير، وعمامي تبارك الله كبروا وداروا عقلهم وتا هما راه شربوا من نفس الكاس اللي شربتي منه، كاملين مرضوا كاملين جربوا المرض كي داير. ودابا الوالد بلا ما تبقى زعما دير بالك عليا راه ما يكون ان شاء الله غير الخير. جمع لي الوالد الورق صافي عمي جمعوا راسهم جاو تما للمدينه عندنا جلسوا سيمانه صافي تما درنا العقد. بطبيعه الحال ولد عمي كنت هضرت معاه ولكن ما سمحت ليش الفرصه باش نعرفه ونعرف العقليه ديالو، واللي غادي نعرف فيه البنات هو اللي جيت نعاود لكم عليه اليوم. المهم كنا كنهضروا مره مره، هو كان داك النوع ديال الناس اللي كيحشموا وزعما كان زواج ديالنا زواج تقليدي مليون في المية، يعني حتى هو ما بغاش داك التزواج ديال الحب حيت بنت خالته كان كيحمق عليها وبس تستيقش باش قبلت تتزوج به، والنار وقفوا على الزواج نظرت المشاكل صافي فسخت الخطوبه ديالها معاه. داكشي علاش ما بقاش كيامن بحال بشي حاجه سميتها الحب، وقالك بلي حتى هي كانت كتبدلو نفس المشاعر، ولكن فاش وقف على الصح قالت لهم لا ما بغيتوش، واول فرصه تحت ليها صافي سمحات فيه، وكان جاها واحد الدري من الخارج وكانت سمحت فيه ورفضته هو واخا هو موظف وخدام على راسو. يعني ولد عمي تبارك الله واصل، ماشي نقول لكم راه ما خدام حتى شي حاجه، بالعكس بقرايته بوظيفته بكل شيء كيدخل واحد الصالير زوين بزاف، وهو اللي دا والديه لذاك البلاصه اللي ساكنين فيها حاليا اللي بعيده بزاف وجايه في الصحراء. المهم هي هذيك هزيت انا راسي واحد النهار جاتنا باش نجمعوا المسائل ديالنا باش غادي نعقدوا، جاو سيمانه كما قلت لكم. خرجنا انا وياه هضرنا واحد شويه، هو اللي عاود ليا هذا الشيء كامل وقال لي انا شنو كاين شنو كاين. صافي زعما ما تعرفتش من عليه شي معرفه هكاك، انسان حتى كتعاشرو مزيان عاد كتعرفو. المهم هي هذيك عقدنا انا وياه هضرنا العرس ديالنا، كرا واحد القاعه صراحه الوالد ما دارش يده في الجيب، وكان هاد عمي لاباس عليه وكان تبارك الله برزقه وحتى ولدو كان بفلوسو يعني ماشي مخصوصين. قالوا لي انت خويا ما نطمعوش فيك ما ديرش يدك في الجيب، هذه بنتنا وهذا ولدنا وحنا غادي نديرو لهم العرس، واي حاجه حطت عليها بنتكم يديها غادي تندار. صراحه ما تشغلت عليهم ما والو،
انا بنت الوقت غاديه مع جنب الحيط شبعاني في ربنا الحمد لله، ما كنت زعما كنتمنى شي حاجه فوق الخيال هادي وصافي، ولكن سبحان الله الحاجه اللي ما كنتمنياهاش هي اللي كتلقايها. داروا لي واحد العرس اسطوري غزال زعما نتمناه لاي وحده في هاد الدنيا. بيني وبينكم انا تفاجات في داكشي اللي داروا لي وقلت والله الا كبروا بيا عمي، بحال نقولوا كيتصالحوا مع الوالد ديالي بديك الطريقه، حيت ما بغيتش البنات ندخل لكم في الموضوع ديال الوالد وعمامي كيفاش داز. راه عاودت لكم واحد الحاجه باختصار تام، هما دوزوا عليه بزاف وكانوا كيغيروا منه، كانوا حاسدين حتى على داك المرض اللي كان مريض، حيت هو مسكين ما كمل قرايته كاين الناس ما كانش كيخدم، والدي هما اللي كانوا كيصرفوا عليه، وتا الزواج هما اللي زوجوه، واخا تزوج الوالد بامي راه هما اللي كانوا كيصرفوا عليه. اما عمامي كل واحد كان مسؤول على راسه، واخا حتى هما في البدايه ديال الحياه ديالهم كانوا ساكنين مع والديهم. المهم نكمل ليكم، داروا لي واحد العرس مطرطق صراحه، ما رحتش ديك الساعه للبلاد ديالهم يعني المدينه اللي ساكنين فيها، بقينا تقريبا سيمانه، حنا كنا خدينا لوطيل ولكن العائله بقات عند الوالد. صافي تمتعنا بحياتنا ديك السيمانه، من بعد داروا لينا واحد الحفيله استقبلونا، المهم سلام على رسول الله الصغار دق المراكشيه، داروا لينا واحد الغدا وواحد العشاء معتبر. من بعد كنا سافرنا انا وياه، سافرنا لمدينه الحسيمه، هو كانت كتحمق الحسيمه، كان كيقول لك اول مره خدمت في الحسيمه ونيت كان فيها كمل قرايته. صافي قال لي نمشيو لمدينه الحسيمه، انا كتعجبني ديك المدينه هذيك. فعلا مشينا للمدينه ديال الحسيمه، درنا فيها عرفتوا، واخا صراحه مدينه ماشي كبيره بزاف ولكن عجبتني، وتا الناس ديالها الله يعمر ليهم الدار. مع العلم ولد عمي كان كيعرف بزاف ديال الناس تما، زعما بزاف ديال البلايص اللي كان كيعرفهم بطبيعه الحال، وكان دوز شي خمس سنين تما. المهم هذيك من بعد رجعنا بحالاتنا، سكنت مع عمي ومراته، خليت والديا بخير، خليت الوالد مسكين بكى عليا الدم، الدموع اللي بكاهم الوالد ما بكاتهمش امي معايا، هي كتقول لي طلق من البنت خليها تمشي دير دارها، هو مسكين كيعنق ويجرني ويقول لي بنتي كيفاش غادي ندير انا نعيش بلا بك، راه ما يمكنش بنيتي، راه ما يمكنش بنيتي، غادي تخويها عليا بنيتي، كي غادي ندير راسي، كي غادي ندير بلا بك، انا ما كنقدرش نبكي مسكين قدامه. فاش كنت غاديه اللي بكيتو يا خواتاتي، اللي بكيتو يا خواتاتي ويا حباباتي في ديك المشي اللي كنت غاديه وراه الطريق كامله يا البنات وانا كنبكي، عرفتو تقريبا شي 16 ساعه بيناتهم ديال بيناتنا ديال الطريق، كل هذا هو غير دموع، الراجل نعسو فاق نعسو فاق نعسو فاق وانا غير كنبكي. مع العلم داك الوقيته ما كناش مشينا في الحديد ديالنا، الحديد ديالنا كان وداه والدي، حنا مشينا غير في الكار، بحكم اننا مشينا للحسيمه مشيناش في الطوموبيل ديالنا. المهم كان الراجل كيقول لي بلا ما نديو الطوموبيل غادي نمشيو يعني نمشيو نتسارو ومشيو بالمركوب حسن. صافي داك الوقيته كلها وانا غاديه غير كنبكي كنبكي كنبكي، بغيت نحمق بغيت نتسطب البكا، ما سكتش كاع لدرجه انني وصلت مريضه. مي شافتني عمي ومرات عمي تفاجؤوا تخلعوا فيا، قالوا لي مالكي، قلت لهم هذا الشيء اللي عطى الله. المهم هي هذيك بديت عايشه معاهم، نهار بعد نهار وليت كنلف معاهم العيشه، كنقول صافي بحال الوالديه بحال عمامي ماشي مشكل، تا هذا عمي الصراحه كان مزيان وكان مهلي فيا، غير مراته شويه اللي قاسها، ولكن كان دائما رجلها كينغزا كيقول لي حولي على البنت راه ما غاديش تعيش معنا ديما. واحد النهار تناقشت انا وياها، انا الصراحه ما كنبغيش نرد عليها الهضره، يعني هضرت معايا قلت لها مرات عمي انا راه ما درت لك والو علاش كتغوتي عليا، وسمعنا عمي عيط لها البيت طار فيها قال لي خلي الدري عليك في التيقر، واش داكشي اللي دوزنا على باها ندوزوه عليها، صافي جمعي راسك شويه، قال لي البنت ما بقى ليها والو غادي تمشي لدارها. فيلا غادي ندوز معاها واحد العام، دوز معاها واحد العام اللي ما بينو وبين ما غاديش نقول لكم دوزتو 100% مزيان، ولكن ما نقول لكمش دوزتو خايب، بالعكس كنت داخله سوق راسي كنخدم شغلي كندخل لبيتي كنسورت عليا كنجلس نهضر مع الوالد نهضر مع الوالده، صافي كل واحد عطيه تقار. هي مرات عمي كان كيحسب ليها بلا انني انا بالعاني كندير هكاك، حيت واقيلا امي محرشاها ولا انا محرشاني عليها ولا انا واخده عليها شي موقف، حيت هي والوالده ما كانوش كيتفاهموا بطبيعه الحال. هاد مرات عمي كان جلخها كحله، امي هي اللي قالتها ليا وكانت قالت لي شوف بنتي خصك تعرفي غير المضبص ديالها وانا غادي نعطيه لك، قلت لها شنو هو، قالت لي غلبيها بسكاتك خليها تنقر 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 تنقر، ديري براسك انت طرشة ما كتسمعيش، لدرجة اللي قالت لك فلانه واش سمعتيني، قلت لها لا بلا ما مرات عمي ما سمعتك شنو قلتي كنتي كتهضري معايا، قلت لي هنا قلت لي غادي تجيبي لها ما يبقاش وغادي تجنبي بزاف ديال الحوايج اللي غادي يوقعوا لك بسببها. داكشي اللي كنت كندير البنات
ما كنتش نهائيا كنتسوق ليها، كنخليها تهضر حتى كتعيا ومن بعد عادي. هي كانت كتشد ولدها وكتبقى تحرش وتحرش وتحرش عليا، دارت لي وفعلت لي وتركت لي، وانا هذيك هي الحاجه اللي ما كانتش فيا، ديال انني راجلي ما عمرني قلت ليه شي حاجه، ما عمرني قلت ليه حقه، راه امك كتقول ليا ولا امك فعلت ليا ولا امك درت تركت ليا. كان كيقول ليا زعما سبحان الله، انا ملي كنشوف ما كتشكيش امي كيحيط لي العجب، كنقول ليه علاش، كيقول ليا والو. وحتى واحد النهار هو دخل ويا بدات عليه، مرتك مرتك مرتك، قال لي امي انا بعدا كيحيط لي الامر. قلت ليه فاش؟ قال لي هو فلانه سبحان الله ما عمرها ما تشكات لي منك، ما كنت كنتسنى غير تقول لي فلان راه امك امك امك، ما عمرها قالت لي امك ولا قالت فيك شي كلمه ديال العيب. بالعكس انا فاش كتشوفني مفرط كتقول لي ديها في امك، هضر مع امك، تسوق لامك. قال لي ما عرفتش امي انا ملي كندخل انت كتشكي لي منها، علاش هي ما كتشكاش منك، شنو هو السبب، واش دابا الخلل فيك ولا فيها؟ ايوا من ديك الساعه مرات عمي بحال ادبها ولدها، من تما ما عاودتش نهائيا هضرت عليا لا بالخيب ولا بالزين. ايوا كنت غالبه مرات عمي غير بسكاتي، ما كنديهاش فيها نهائيا، كنخدم شغلي وصافي، ما كنتعاود معاها ما كنتجمع معاها ما والو. وتا واحد النهار جات عندي قالت لي فلانه، قلت ليها نعم مرات عمي، قلت له بنيتي فوقاش ناويه تولدي وليداتك؟ ماشي جا الوقت باش تنوضي تحملي؟ قلت لها اول حاجه مرات عمي انا ما باغاش نحمل دابا. قلت لي علاش؟ قلت ليها ما باغاش نحمل دابا حيت داكشي كيخصني انا وراجلي، وانا وراجلي مازال ما مستعدينش. قلت لي على نتوما شنو خاصكم باش مازالي ما مستعدينش؟ قلت ليها ثاني حاجه مرات عمي انا باغا ان شاء الله نهار نولد تنخرج من هاد الدار. قلت لهم مال هاد الدار بالسلامه والعافيه ما عجبكش؟ قلت ليها لا عجباني الله يتمر ويعمر، ولكن مرات عمي هاد الدار راه ماشي ديالي. قلت لي على مالها ماشي ديالك؟ قلت لها هادي دارك نتيا، ملي ندير داري ان شاء الله يكون خير. قالت لي على هذيك الدار غادي يكتبها لك بسميتك؟ قلت لي على ما نستاهلش. قلت له زيدون انا بحالي بحال راجلي، وديال راجلي هي ديالي. ايوا قالت لي هذه الدار ديال باه، يعني بحالو بحال باه. قلت لها لا مرات عمي، ديال باه راه ديال باه، وديالو هو راه ديالو. قالت لي وحتى ديالو راه ديالو، وديالك راه ديالك، ومادام انها مكتوبه بسميتو ما عمرك تقولي الحاجه ديالي الا ما كانت مكتوبه بسميتك نتيا. المهم بحال بغات تناقش معايا في هذا الموضوع، صبرت راسي وما بغيتش نرد عليها. قلت لها شوفي مرات عمي، لا حبه مره اخرى كاع ما تذكري عليا الاولاد. قالت لي على علاش؟ على نتوما فوقاش ناويين تولدوا بالسلامه والعافيه؟ قلت لها نهار يكتب ان شاء الله غادي نولد، ودابا حاليا مازال ما مستعدتش للولاد. قلت لها وان شاء الله نهار يكتب المكتب غادي نوض نحمل. قالت لي صافي ماشي مشكل دبر راسك. بقيت كنفكر في الهضره ديالها، جا راجلي هضرت معاه في الموضوع. قلت لها شنو قالت لي امك؟ شنو قالت لي؟ قال لي عندك تمشي ديريها. قلت لي شنو هي؟ قلت لي قال لي تنوضي تحملي. قلت لي على انت بالسلامه والعافيه ما باغيش الاولاد ولا شنو؟ قال لي لا ماشي ما باغيش الاولاد، حتى نمشيو لدارنا وديك الصيحه حملي لا على خاطر خاطرك. صافي لقيت راجلي زعما معايا في هذه القضيه ديال الحباله تمشي لداري، حنا الدار ما كان باقي لينا والو. جا رمضان، المهم ديك الوقيته اللي غادي نرحلو فيها حنايا كان قريب رمضان، كنت كنقول ليه صافي ملي كملنا دارنا قبل رمضان نمشيو نرحلو نصومو تما، ولكن مو ما بغاتش. قالت لي ها ولدي هذا هو رمضان الاخر ديالكم معنا، صوموا معنا، علاش نتوما تمشيو لداركم تصوموا؟ صافي قال لي صافي دبر راسو ما ندوزو معاهم هاد العواشر، داك الساعه نمشيو بحالاتنا، واخا عارفه راسي انا غادي تدوز عليا بالتمره في دار عمي، ولكن الصراحه ماشي داكشي اللي كنت كنعتقد هو اللي غادي يوقع. اللي غادي يوقع البنت هو اللي جايه نعاود لكم عليه دابا. اما رمضان صراحه داز عادي، مرات عمي تبارك الله عليها بدراعها وحادقه، ماشي زعما نهضر فيها، راه البنات عقولتي تبارك الله باقا صغيره، دق ودردق والله مي كانت كتنوض القصريه ديال العجين، كتبقى تعجنها حتى كيبقاو صبابعها كيطرطقوا معاها، والعجين تبارك الله كيجي مفشفش. هي كانت كتصرع الخبز، كانت الشغل الكبير كامل كديرو هي، بحال العجين بحال الحريره اي حاجه كبيره كديرها هي. انا كندير داكشي ديال الشلايط، كنطيب مثلا طاجين اي حاجه زعما ديال الطياب الساهل كتعطيه لي انايا، وهي كدير داك الشغل الصعيب. هي كانت كتقول لي شوفي بنتي غير تعلمي مني وشوفي بعويناتك، وكلشي مازال تعلميه. صراحه الراجل ملي كيدير قيمه لمراته راه اوتوماتيكمون العائله ديالها ديالو عفوا كيديروا ليها القيمه. صافي السيد من نهار اللي هضر مع امه قال ليها خلي عليك مرتي في التيقار، من تما مابقات جبدت عيبي. المهم داك رمضان غادي يوقع واحد الحاجه اللي غادي نعاود لكم عليها اليوم، ولكن انا داك الساعه ما ديت ما جبت، قلت انا عادي جاتني مساله عاديه، ما حكرتش في داكشي اللي غادي يوقع.
ولكن البنات من بعد ما داز داك رمضان صافي بخير وعلى خير. في العيد الصغير عيطت مع عكوسي وشيخي وصلني لدار والديا، جلس معايا 3 ايام ورجع بحالاته وقال لي ان شاء الله فاش تكوني جايه يجيبك باك وامك يدوزوا معنا شي ايامات. داكشي اللي كان جدتي داك الوقت كانت شويه لاباس عليها مزيانه، وهي مع الحال بعيد ما بغاتش تمشي، قالت لهم غير سيروا نتوما. جلس مع امي 15 يوم من بعد جبتهم وجيت. المهم جلسوا معنا تقريبا شي 10 ايام وعاد مشاو بحالاتهم. بديت جلس مع جده باش غادي تونسها. المهم من بعد ما جلسوا معايا والدي داك الايامات، المهم شوف فرحاني عجبهم الحال حيت انا داري وجدتها وقريبا ان شاء الله رحل ليها. باركوا ليا قالوا لي بنتي ان شاء الله تترحلي وديري شي سويدقه لدارك وداك الساعه نجي عندك عاوتاني، حيت عييت معاهم يزيدوا يجلسوا معايا مازال. قال لك لا اختك بوحدها ما نتكلوش مع عليها، مع مات اخويا كانوا جابوه معاهم. المهم هي هذيك غير دوزنا العيد الصغير صافي الامور غادا مزيان. كنوجد رحيلي وهو يقول لي يا شيخ يا بنتي حطي داك الرحيل تما ودوزي تجلسي. قلت لي شنو كتقول عمي؟ قال لي ايوا دوزوا معنا العيد الكبير. قال لي على وجهي، داك النهار جلسي على وجه مرت عمك دابا جلسي على وجهي. صراحة ما لقيت ما نقول، وخرج لي كان باغي يرحل لدارو وقال لي هاد العام ندبحو الذبيحة ديالنا في دارنا، ولكن مي ما بغاش با صافي. قلت ليه ماشي مشكل، بحال دارنا بحال هادي حتى هي دارنا ماشي مشكل. المهم بحال رغبت راجلي جلسنا في العيد الكبير، عيدنا معهم العيد الكبير صراحة، شينا الأضحية ديالنا. المهم عيدنا عيد مشترك. بيني وبينكم ما لقيت انا حتى شي مشاكل في دار عمي، لا مع عمي لا مع مراته لا مع ولادو، عادي جدا الحياه ديالنا غاديه مزيانه وبخير وعلى خير وما خصنا حتى شي خير. واخا كيكونوا بعض النقاشات راكم عارفين الانسان غير ما كيحكرش وصافي. وقال لك الا شتي واحد جوج متفاهمين عرف درك على واحد الشيء. انا مره كنصبر مره راجلي كيصبر، مرات عمي مره كتنقر عليا وانا كنسكت. المهم كيف ما قلت لكم كنت غالبه غير بسكاتي، كنخدم شغلي وانا ساكته، واخا نسمع فيا الهضره ما كنهضر ما كننطق وكندير منين يدوز الماء. علاش البنات؟ حيت عارفين عارفه راسي ما غاديش ندوم معاهم، وعارفه راسي شحال ما جلس معاهم غادي نمشي لداري. وبيني وبينكم بغيت نخلي بلاصتي نقيه، ونيت الوالد اللي كانوا دائما مسكين حقرينو يعرفوا انه ولد وعرف شنو ولد. المهم هكا انا كنت وهكا بقيت صافي. دوزنا عاوتاني معاهم العيد الكبير الحمد لله داز بخير وعلى خير، ما كان عندنا حتى شي مشكل بالعكس، دوزنا واحد العيد معتبر. وخاصة صراحة رحلت لداري ودوزت شحال من عيد في داري، ولكن ماشي بحال العيد اللي كنت كندوز مع عمي فين ما كنمشي نعيد معاه. الصراحة سواء داك العام الاول ديالي معاه ولا من بعد راه كان كيدوز العيد ومازال كيدوز عندهم زوين حسن ما كيدوز عندي في الدار. المهم هي هذيك دوزنا داك العيد الكبير. انا الصراحة بيني وبينكم حيت لقيت راسي غادي نرحل مورا رمضان كنت قطعت ماني على اللحم، وقلت انا يا ملي نمشي لداري غادي نكون حامله يعني كنستعد للحموليه. يوم ما جيت نوصل للعيد الكبير حتى كنت تحملت، ولكن ما كان عندي حتى شي اعراض. فعلا العاده الشهريه ما بقاتش نزلت عليا وكنت شاك كنكون حامله حيت المانع الحمل ما بقيتش كناخذو، الدوره تعطلات عليا. هو صافي ما جينا نكملوا ديك السيمانه الاولى ديال العيد الكبير تلقيت راسي حامله. جيت درت التست لقيت راسي جوج شرطات اللي طلعوا لي، داني راجلي عند الطبيبه دارت لي فحوصات قالت لي مبروك مدام حامله. فرحت بزاف قلت الحمد لله، ايوا كنت حامله تبارك الله بشي 3 سيمانات. فرحنا، فرحوا لي الدار، فرحوا لي العائله ديالي كامله اللي ساق الخبر صراحه فرح ليا. رحلت لداري بطبيعه الحال عاونتني مرت عمي وعمي وخوتو كلشي عاوننا. هزيت الرحيل ديالي اللي غادي نحتاج اللي كنا شرينا راه حنا شريناه، حيت الرحيل ديالي انا غادي ندي غير بيت النعاس ديالي والمريو ديكشي. واخا قلتي قالت لي خلي المريو وبيت النعاس هنا وشري وحدين اخرين جداد هادو خليهم اللي تجيو هنايا زعما تلقاو بيتكم كاين. راجلي ما بغاش، قال لي انا هذا عاد شريته جديد يعني نقدر ندبر على شي واحد قديم ونحطو هنا، ولكن هذا ما نقدر زعما نجيب بحالو لتما لان داك بيت النعاس كان زوين وكنخدم ليا غير بيت النعاس بوحدو بشي جد المليون بلا المريو ديالو. صافي جبنا الحويجات ديالنا اللي زعما كان شاريهم راجلي في ديك الدار، قدينا المسائل 15 يوم وحنايا كننقلوا مع تماره والثقل وجر هنا جر ليه. واخا انا راجلي ما كانش كيخليني نهز الثقل غير كيمشي للخدمه وكيخليني بوحدي في الدار، كنبقى جر هذيك حس هذه اللي هذه ما جاتنيش زوينه هنا. حتى البنات نض ليا واحد الوجع في كرشي ما نقولكمش عليه، ما انا ما كان عندي لا اعراض لا والو، قلت صافي هذا الحمل غادي يدوز لي زوين، ولكن ما حاولتش على صحتي. ايوا ما جيت نكمل سيمانه البنات في داك الدار حتى كنطيح ليا الجنين. هنا الوالد فاش ساق الخبر قال لي بنتي دخلتي للدار ما درتي لا صدقه لا حتى شي حاجه. قلت ليه الوالد انا مازال عاد كنقدر الرحيل، قال لي لا بنتي وقرات فيها غير شويه القران. صافي طاح ليا داك بنادم، ولكن طاح ليا غير من الشهر الاول. قلت ماشي مشكل خيره فيما اختاره الله ماشي ديال الدنيا، وتا هذا نعتبره سويدقه على هاد الدار ما عندي ما ندير. وبقيت كننتظر فوقاش نحمل
بقاش نحمل البنات، بقاش نحمل، فوقاش نحمل، حتى سهل عليا الله، ما بقيتش بزاف مورا ما طيحت الكرش وغادي نحمل، وكان شهري غادي يجي في رمضان. المهم البنات دوزت واحد رمضان ما نقولكمش عليه، صعيب 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 بزاف. كانت كتعيا فيا مرات عمي كتقول لي اجي صومي معايا، ولكن هو ما كانش كيخليني، كيقول لي لا انا ماشي كل النهار نمشي نجيبك ونجي نديك. هو كان كيبغي يبات في دارو، قال لي احنا بيت النعاس ديالنا اللي كان تما جبناه، وانا جني الناس في الله. قلت ليه شري شي بيت النعاس واخا داك الرخص ونبقاو تما، تبقى تجي تما زعما تبات وندوز رمضان تما، حيت مرات عمي بيني وبينكم كانت معاوناني وكانت كتقول لي شوفي بلا ما تضربي التمره في دارك، حنا كنطيبو كنطيبو هنايا. قلت لي غير اجي ارتاحي، صراحه كانت فرحانه ليا ولكن راجلي معكس ما بغاش. المهم من بعد انا صافي عييت وطلع عليه في جنيه البنات، قلت لي والله تمشي ندوز انايا واحد الايام مع امك، ما نجلس معاك هنا تدقيق. سمحت فيه ومشيت عند شيخي. ايوا شيخي نهار الاول الثاني الثالث مشى في ولدو ما كيجيش، قال لي يا بنتي. قلت لي نعم عمي. قال لي هزي قلعك بنتي وسيري عند راجلك. قلت لي علاش عمي راه رمضان دابا؟ قال لي قلت لك هزي قلعك وسيري عند راجلك. ما جاتش المرا تسمح في راجلها. قلت لي عمي هو يجي راك هذا با هذه ماشي دار با انا. قال لي لا هو من الاول كان باغي يتقر وباغي يعيش في دارو، خليه هو عنده ظروف لها عمل ديالو ما تسمحلوش باش يجي عندي انا، سيري عند راجلك. ويا خواتاتي هزيت راسي ورجعت ما نكذبش عليكم، كنت كنظل في الكوزينه واقفه. هو كان كيعاونني ماشي ما كيعاونيش، غير هو كان كيطلب مني الشهيوات، ديري هادي وديري هادي وديري هادي، كان يجيب ليا كل الخير يجيبو ليا، ولكن شكون اللي طيب؟ انا البنات متقله عرفتو كرشي على فمي، ما كنقدرش حتى نتململ. المهم السيد عرفتو حمقني هبني، ديك الشهر ديال رمضان انا كنحسب لي هذاك هو الشهر اللي غادي نولد فيه، ولكن تصوروا البنات وصل 27 في رمضان وانا مازال ما ولدت، مع العلم الطبيبه قالت لي غادي تولدي اما في النص ديال رمضان ولا في التالي ديالو. من بعد فاش بديت كنحسب لقيت راسي انا غلطه في الحساب، وداك الشيء اللي في كرشي كبير وصافي. واخا ما كنتش كناكل، كانت كتقول لي الطبيبه منتومي لك الجنين بالماء، يعني عندك نص الماء نص الجنين. المهم هي هذيك بقيت معاه كنتعافر كنقول يا ربي فوقاش نولد. عرفتو كنعس يا البنات وكنبقى نبكي، داكشي كيطلع لي الراس قلبي، ما كنقدر لا ننعس ولا نتقل في الفراش، رجليا كيضروني ركبيه ما كنقدرش نوقف عليهم، الدار ديالي كيضرني، الحرقه ما كتزولش مني. الراجل كياكل حتى كياكل يا البنات كيتنفخ وكيمشي يضربها لك بالنعسه. عرفتو كاين عاوتاني كيقول لك السحور، خصك تنوضي تسخني له السحور وتحطي له الشلايض، الدنيا مزوقه. انا كنبات نبكي وكنطلب الله كنقول يا ربي غدا نولد يا ربي غدا نولد. بقيت كنتسنى حتى الليله قبل الليله ديال 27، جا عندي قال لي فلانه، قلت ليه نعم. قال لي انا كل 27 كندير كذا وكذا وكذا، خصك ديري ليا كذا وكذا وكذا. قلت لي يا ربي السلامه عاد ولينا مشطان راجي، مش تحمقتي ولا تسطعتي، اشنو كتقول؟ قال لي كما سمعتي يا مدام انا راه داير نادر مع الله وانت خصك تنفذي ليا. قلت لي انت داير نادر وانا شنو بيني وبينك اخويا؟ وفي الليله ديال 27 ماشي حشومه عليك، وانا متقله وحالتي حاله، بغيتيني ندير لك انا هذا الشيء كامل واش حماقيتي؟ ياك لاباس شويه. قال لي شوفي انا راه هضرت معاك فلانه وبلا ما نزيد نتناقشوا انا وياك في هذه المساله، وهاد المساله راه ضروري خصك ديريها. ناقشنا انا وياه ديك الليله لدرجه انه بغى يضربني، رجع لي الترفيقه من وجهي. قال لي شوفي انا هذا هو القرار ديالي، بغيتي مرحبا ما بغيتيش. قلت ليه كمل. قال لي بلا ما نكمل كملي من عندك نتيا. قلت ليه ما بغيتش نمشي لدارنا. قال لي كيف ما بغيتي فهميها. ونزيدك واحد القضيه، انا هنا هو الراجل وانت هي المراه، وخصك انت تكوني السمع والطاعه، اي حاجه قلتها لك تقولي ليها اه، وخصوصا هذا الامر هذا اللي كنديرو انا كل عام. قلت ليه واخا سيدي ما قلتي عيب. مع داك النهار اللي تناقشنا انا وياه كانت ليله ديال 25، هزيت راسي مشيت عند عمي حيت ما عنديش فين نمشي في ديك الليل. قلت انا تيصبح الحال وغادي نمشي انايا بحالتي عند الوالدين ديالي، انا ما بغاش عمي يوصلني. ايوا هذيك مشيت عند مرات عمي ما لقيتش عمي، كان كيصلي التراويح، اما راجلي غير كيفطر وكيتجبد عليها بنعسه. والله البنات الا كيصلي العشاء في الدار كيقول لك هو حدا النهار وما طال هو خدام، وفاش كيفطر كيتقل عليه الفطور ما كيقدش يصلي. ايوا هذيك مشيت عند مرات عمي درت يديا في ودنيا وقلت لها ويك ويك مرات عمي حقيني. قالت لي مالك يا شنو كاين ياك لاباس؟ قلت ليها ولدك شنو قال ليا وشنو قال ليا؟ قال لي خصك ديري لي كذا وكذا في الليله ديال 27. بقات كضحك عليا، قالت لي بنتي راه راجلك زعما داك الشيء كامل اللي قالك خصك ديريه. قلت ليها مرات عمي الله يهديك زعما كتشوفيني متقله وحالتي حاله، ف
في نظرك انا زعما غادي يكمل عليا الله بالخير الا درت هادشي كامل؟ راه مرات عمي انا متقله ما نقدرش على داكشي كامل. قلت له شوفي شي وحده اللي تعاونك. قلت لها ويلي استغفر طلع على شوفي شي وحده اللي تعاونك. المهم قلت لها مرات عمي ياك ما انت اللي حرشتي عليا ولدك. قالت لي هو ما نعرف. قالت لي على هو ما قالكش بنيتي هادشي كيديروا شحال هادي؟ قلت لها راه قال لي ملي كانت عنده 25 عام هو كيدير هادشي. ايوا قالت لي بنيتي راه داكشي اللي كاين دابا ما ديري حتى شي حاجه بالك انا غادي نجي نعاونك. المهم البنات شنو غادي نقول لكم، طلب لي طلب مني راجلي واللي كيديروا كل عام ولحد الساعه، وانا عييت وكرهت ومليت حياتي، هو ان كل الليله ديال 27 خاصك توجدي له 50 حتى 60 دجاجه طيبيها وتحمريها وتقديها بالتفايه ديالها بالحمص ديالها بكلشي ديالها، وتشديها لالا الكسكسو وديري 50 قصريه، وكل قصريه ديري عليها دجاجه وماشي دجاج صغير دجاج كبير. قالك سيدي هو موعد الله كل عام في رمضان وبالضبط في الليله ديال 27 كيدير هاد الصدقه هادي. علاش ولد الناس الله اعلم. البنات انا اللي كنت سمعتو واحد النهار من بعد ما دازت تقنقنت الهضره في العائله ان رجلي واحد العام ما صامش، يعني كان حق عليه الصيام وكان كياكل رمضان وكيدير هاد الصدقه كل رمضان زعما باش يغفر له الله. ايوا هو داير جريمه بينه وبين الله وانا يا البنات ننفذها وانا اللي نتخلص على هاد الجريمه راه ما يمكنش. عييت ومليت. من داك الساعه كانت جات عكوزتي وتعاونت معايا. والله يا البنات الا وجدنا له تقريبا 55 دجاجه، كل دجاجه حطيناها في قصريه. المهم داك الشيء هذاك تبارك الله كثير وما خدمناش في الدار، مشينا خدمنا في واحد الدار كانت في الجامع خاويه وفيها كنا كنطيبوا، دينا تما الفرن ودينا كل شيء. جات عكوزتي طيبت معايا. هو الصراحه ما بغاش يجيب لي شي مرا يتعاونني، قال لي ها هي امي تعاونك الا بغيتي اللي يعاونك، اما انا ما كنجيب حتى شي واحد. طيبي وداك الليله الناس البنات كيباتوا يقوموا الليل ويستغفروا الله باش كيتسناو بيبان السماء يتحلوا ويطلبوا الله سبحانه وتعالى يدير لهم اللي فيها الخير. وانا يا البنات كنبات نكسكس في الكسكسو، كنبات يا البنات نطيب في الدجاج، عرفتوا يديا طابو وجيت كنبات بقوه ديك الطياب. المهم راجلي من ديك الساعه البنات هذا هو العيب الوحيد اللي فيه، كل عام خصو يدير لي هذا الشيء. ودابا هو رمضان جا وانا دابا راني في العواشر وكنخمم في 27. والله الا كنخمم في 27 كيفاش غادي ندوزها وراجلي كل عام يزيد لك. بحال دابا من هذيك الوقيته لدابا تقريبا شي 7 سنين ولا 8 سنين باش تزوجنا. كل عام العام اللي بديت معاه ب 55 دجاجه، العام اللي موراه كان دار لي 60، العام اللي عاوتاني موراه كان دار لي شي 61، وكل مره كيزيد ليها في العدد. هاد العام قال لي غادي نديرو خربي، حيت البلاصه اللي ساكنين فيها كان فيها واحد الجامعه كيتبنى ودابا سهلاوه، وقال لك الجامع هذا اول رمضان غادي يصلي فيه خصنا نديرو فيه بزاف، والناس تبارك الله كيجيو ليه بزاف. ما عرفتش البنات راني كنخمم في هذا الشيء، انا والله العظيم لا كرهني بهذه المساله. كون كان البنات كيبغي غير يجيب لي اللي يعاونني، حتى مرات عمي ما بقاتش كتقدر تجي تعاونني. حناكم عارفين بنادم كيكبر، انا وراني عييت البنات سنين هو كيدير هذه الخدمه هذه. رمضان كلها ما كيصليش ما كيركعش فيها التراويح، هو راجلي كيصلي كلشي، التراويح ما كيمشيش للجامع، ولكن ليله 27 ايوا لعلك تخمي شنو كيدير. كيقفط على قميجته وكيبقى يدي للناس، وماشي غير هكا كنديروا اتاي نحطوا كل كاوكا وكيديروا داك الاستراحه كيدي لهم، ودايز البنات 50 براد ديال اتاي اللي كنطيبوا. مؤخرا ولا كيجيب واحد السيده كتعاونني، ولكن حتى هي ما بقاتش كتجي حيت داكشي كثير كنعياو. كتقول لي انا نبات نصلي حتى ما نبات ندير هادشي، وكيقول لنا راجلي هو هادشي فيه الاجر، وراه الناس اللي كياكلوا الكسكسو من يديكم راه كيدعيو معاكم. انا سيدي ما بغيت بدعاوي خوتي، انا ندعي مع راسي راسي ما يدعي معايا حد. انا بغيت حتى انا نحس ديك ليله 27 حتى انا نجلس ونقوم الليل ونطلب الله. واخا الحمد لله رمضان راني كنقوم الليل وكنصلي وكنقرا القران الله يتقبل منا الصيام والقيام، ولكن انا ديك ليله 27 راه كنتقدف على البنات وراه كنضرب عليها مرضى الطور والعيد، والله ما كندوزو في راحتي. هضرت مع عمي ومراته قال لك حنا ما عندنا ما نديرو لك، ولدي راه قاطع وعد على نفسه مع الله ان هادشي يديرو حتى يموت. قلت لهم انا هادشي بزاف عليا يجيب غير اللي يعاونني. راجلي كيقول لك لا حنا باش ناخذ الاجر خصنا نديرو هادشي لراسنا. قلت ليه بغيتي تاخذ الاجر واش اخويا كسكس بيديك واش تاخذ الاجر وانا نشوط يديا؟ راه البنات انا عارفه الناس غادي يدعوا معايا، ولكن الحمد لله راه هادشي بزاف عليا. عييت البنات كون كان غير اللي يعاونني كنقول ليه هاد الراجل جيب شي حد اللي يعاوني. كيقول لي حتى انت شو غديري بنادم يقتلك غير بالعين؟ كنقول ليه اسيدي خليني نموت انا بالعين ونتحي، انا بوحدي بزاف عليا. بالخصوص البنات دابا راه تبارك الله عندي ثلاثه ديال الوليدات
وبثلاثة بيهم تبارك الله عليهم واعرين فوق القياس، راني حاصه الناس حصه ديال الكلب. دابا هاد المره قلت ليه شوف انا والله ما نطيب فهاد 27، واخا يبغى يوقع اللي وقع. مع العلم فواحد رمضان كان ولدي تشوط ليا، كان طاح ليا على الطنجره يا البنات، دابا يدو مسكين كلها مطبعه مشوطه. قلت ليه والو والله ما نطيب، هو كيقول لي انا ما طيبتيش غير سيري من دابا لربك بلا ما تخليني نهزك انت ولادك ونرميك للزنقه. ما عرفتش واش غير كيهددني ولا ما نعرفت. اما انا البنات عييت عافاكم الا نصحوني، وكنتمنى اختي امينه تنصحني الله يجازيها بخير، راه هادشي اللي كيديروا راجلي راه كيدي مني الاثم. واش في نظركم هو ربي غادي يتقبل منه حيت كيدي مني انا الاثم؟ علاش يكلفني يكلفني فشي حاجه اللي ما قداش عليها؟ وراه بزاف عليا عباد الله. ويك ويك اختي امينه، تقهرت اختي امينه، تقهرت بصحتي. كل رمضان كندوزو بحال هكا لدرجه راني كنمرض في الفراش، راه ما كنقدرش نوض نقوم بالواجبات تجاه وليداتي. هو كيقول لي لا غير كتخنتي غير كديري، اما الوالدين ديالي كيقولوا لي صبري يا بنتي ما عندك ما ديري. دابا البنات كنفكر انني غير وصل نص ديال سيدنا رمضان وندير متحمه ولا نمشي عند والديا حيت عييت. هو كيقول لي شوفي دوزي ايام الله كامله عند والديك الا رمضان، ما تحلميش دوزي في شي دار من دار والديا وجبد. هادشي اللي كاين البنات، كنخاف نطلب الطلاق وندم. هو الصراحه مزيان معايا وكيتعامل معايا زوين، ولكن هاد القضيه هي اللي فيه قبيحه. الله يهدي عليا وصافي. كنشكرك اختي امينه، سمحي لي الا طولت عليك. شكرا لكم كاملين والسلام عليكم. خوتي خواتاتي، هاد السيده مسكينه والله العظيم مقهوره بزاف، والله العظيم بزاف عليها صراحه. هادشي اللي عاودت فيه راه صعيب، انا براسي حطيت راسي بلاصتها. صعيب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صدق الله العظيم. يعني هادشي ما كيكونش بزز، راه اللي كيدير الاجر كيديرو زعما مع الله وكيكون هكا بالخاطر. لكن هاد السيده مسكينه مجبوره، وهي راه ماشي مجبوره انها دير هادشي، لان الله سبحانه وتعالى راه هو كيقولها كيقولك ديننا دين اليسر ماشي دين العسر. وهاد المساله ديال الاجر وداكشي، الا بغى هو يكسب الاجر راه هو اللي يمشي يطيب، راه عندها الحق، لان هادشي ماشي من المسؤوليه ديالك. فلهذا خص يكون عندك واحد ردة الفعل قويه، ديريها له على قد فمو سيري لدار والديك، قالك الباب قول له بسم الله، سيري بثلاثه ديال الدراري وشوفي هاد السيد هذا واش غادي يبقى على حالو، ولا حيت انت غير كيهددك صافي كتخافي منه. اشنو غيوقع كاع؟ شو غيوقع كاع في ملك الله الا مشيت هزيت ولادي ومشيت لربا باش نوقفو عند حدو، ما يبقاش يفرض عليا شي حاجه اللي انا ما عندي فيها حتى شي ذنب. ما عندك لا اناقه ولا جمال في هادشي كامل اللي كيطلبو منك راجلك. سمح لي وبالزربه لكل فعل ردته فعل، ما يمكنش يفرض عليك هاد السيد. كون كان غير يجيب لي تعاونك ماشي مشكله، في سبيل الله في سبيل الله، والناس اللي كياكلوا من يدك راه يدعوا معاك، ولكن شي حاجه فوق الطاقه ديالك باش طيبي له انت داكشي كامل بزاف عليك. راه هاد 50 دجاجه و 60 دجاجه، وخصوصا هاد رمضان باغي يطيب 100 ولا اكثر، راه خصو اختي جوج طيابات ولا ثلاثه اللي كيكونوا بروفيسيونيل في هاد الشيء هذا. انت راكي ام عندك وليداتك صغار، عندك مسؤوليه. بنادم رمضان راه كيدوزو بزز الله يحسن العوان، بنادم راه كيعيا وكيصخف، راه علاش ربي كيغفر لنا الذنوب في سيدنا رمضان؟ حيت رمضان راه ماشي سهل الانسان يصوم، راه 30 يوم ديال الصيام كطيح من الانسان القوه والجهد. لهذا ديري واحد الموقف، ديري واحد الموقف قول له اسيدي الا كنتي داير شي ذنب في حياتك واجهيه، الا كنتي اخويا داير شي ذنب في حياتك واكل رمضان وتجي انا تفرض عليا باش انايا يعني. لا راك انت كتزيد الذنوب على راسك حنيني، شنو كتخربق؟ زي ولادك سير اختي عند باك شدي الكرمه تشوفي شنو موراك، تا شي خكوع قوسك ما تمشيش عندهم حيت ولدهم ما بغاوش يوقفوا عند حدو. سيري عند والديك وشوفي شنو غادي يدير ديك الساعه، راه ما يمكن غير يطلقك بثلاثه وبنت عمو وكذا وهذا كيغلق عليك وصافي. لان الا كان على سبه خليه يطلق، على الا كان غير على سبه وكيقلب لك على سبه قول بسم الله. ما عندي ما ندير انا براجلي ياكل رمضان ويجي انا يمسح فيا الجرائم اللي دارها مع سيدي ربي. سمحي لي وبالزربه، انت دابا كنشوف الغلط فيك انتيا حيت ما درتيش واحد الموقف على هادشي اللي راه صاري لك. لهذا كنقول لك واجهي اختي، المواجهه افضل، وداكشي اللي كتخافي منه راه كما كيقولوا خساره كبيره قريبه ولا ربح طويل. امانه شغل تخسري كاع واحد واكل رمضان. فشكرا لكم، الى ان القاكم استودعكم الله، والسلام عليكم.